أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السادس في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها في وحدتنا الجديدة، وهي بعنوان أنا مبدع من كتاب أصدقاء العربية الطور الثاني. فأهلا وسهلا بكم. قبل أن أبدأ، وعندما نتحدث عن الإبداع وهو المفهوم الرئيس الذي سنركز عليه خلال هذه الوحدة، أذكر بأن الإبداع حالاته مختلفة، فقد تبدع عزيزي الطالب في إلقاء الشعر، أو قد تبدع في الرسم، أو قد تبدع في التمثيل. الإبداع حالاته وصوره مختلفة. ما هو الجانب الإبداعي الذي ستقوم بتطبيقه في هذه الوحدة وفي موضوعاتها ستقوم أنت بتحديده بعد المهمات الصفية المختلفة التي ستوكل لك؟ أما عبارة البحث والاستقصاء فهي: يسهم الإبداع بإيصال رسائل تشمل الحقوق والقوانين في المجتمع. إذن ستستطيع أنت من خلال جوانب الإبداع التي ستعبر عنها برسمك، بتعبيرك، أو بمفرداتك الجديدة التي ستكتسبها، أن توصل رسالة تتحدث عن الحقوق والقوانين في مجتمعنا، ومن خلال المهمات كما ذكرت قبل قليل التي ستوكل لك في الصف. أذكر أن درس القراءة الذي قمنا بشرحه هو عبارة عن قصة قصيرة بعنوان لبيب وتعليمات الطبيب، حيث قمنا باستخراج عناصر القصة من هذا الدرس: الزمان، المكان، الشخصيات، العقدة، والحل. ستقوم أنت أيضاً بكتابة قصة مشابهة لذلك، قصة يجب أن تحوي هذه العناصر التي ذكرتها. أيضاً علينا أن نستخدم المفردات الجديدة في هذا الدرس في جمل مفيدة، فمثلاً كلمة تبدو أي يظهر عليك أعراض المرض، تبدو مريضاً أي يظهر عليك. كيف سنوظفها في جملة مفيدة؟ تبدو غاضباً أي يظهر أنك غاضب. أسعل، أسعل هو نوع من أنواع المرض، كيف سأوظفها في جملة مفيدة؟ وهذه المفردات ستستخدمها أثناء تعبيرك وكتابتك للقصة الجديدة. إذن من هذا الدرس نحن استخدمنا مفردات، نحن وظفنا عناصر القصة لنستطيع أن نكتب قصة مشابهة لما ذكرنا. تذكر عزيزي الطالب أني أقوم بتوظيف الضمائر في كل فعل أو اسم تتعلمه، فمثلاً عندما أقول هو كيف سأوظفه في جملة؟ فأقول هو يدرس، لكن عندما أقول هي، هي تدرس، فهذا الفرق بين المذكر والمؤنث. أما عندما أقول هما، هما يدرسان، فأنا أتحدث عن اثنين. تذكر أنني أضيف الألف والنون للمثنى والواو، واو الجماعة للجمع، فأقول هم درسوا أو هم يدرسون إذا كان الفعل ماض أو مضارع. هذا مع الأفعال. أما عندما أتحدث عن نفسي فأقول أنا، أنا أدرس، أنا أجلس، فيجب أن أضع الهمزة في بداية الفعل المضارع. لا أستطيع أن أقول أنا يجلس أو أنا درس. أنا أتحدث عن نفسي فأقول أنا أدرس، همزة المتكلم. كنا قد تناولنا أيضا في الوحدة السابقة الحروف، تحديدا حروف الجر. سنتناول في هذه الوحدة حروف أخرى وهي حروف العطف. تذكر أن الحرف ليس له معنى وحده، فمثلا عندما أقول طاولة هو اسم له معنى لأنه جماد. عندما أقول درس هو حدث له معنى أي أنه قام بالدراسة، ولكنني عندما أقول أو وحدها ليس لها معنى. متى يصبح لها معنى؟ أثناء وضعها في الجملة، فعندما أقول تشرب شايا أو قهوة، مني أنا سأختار القهوة لأني أحبها أكثر، فالأو هنا هو حرف يفيد التخيير، والواو أيضا. إذا سنركز على حرفين من حروف العطف هما الواو وأو، وقد ندخل أيضا ثم من باب المعرفة المعلوماتية الإضافية. أذكر أعزائي الطلاب بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك أسبوعيا، ومتابعة المنصة التعليمية في حال صعب عليك شيء وأردت فهمه، وذلك لوجود مصادر إثرائية
كثيرة. طاب نهاركم، أتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. شكرا لكم، إلى اللقاء.